مع صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية للمواطن، أصبحت الفواتير تثقل كاهله أكثر، خاصة فواتير الكهرباء والغاز التي ارتفعت تكلفتها جراء عدة عوامل. ما كتجيني في فرد ضربة تقول لي 839 من غير الغاز، الغاز ما هزيتو، يداري علينا في الوقت هذاك النجم ولا ما نجمش. الضو ياسر غالي بصراحة، الضو غالي وأكثر من العادة أكثر. وإلى موفى شهر نوفمبر بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما يفوق 3000 مليون دينار، منها 55% ديون الخواص والديون المنزلية. وبهدف استرجاع مستحقاتها من حرفائها، قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإعلان إجراءات جديدة لتسهيل الدفع للمواطنين المنزليين، إجراءات انطلقت منذ نوفمبر الفارط. انطلقنا من بداية شهر نوفمبر 2023 في إجراء جديد بالتسهيل في الدفع في الفاتورات، معناتها كل حليف منزلي عنده فاتورة متخلدة بالذمة ينجم يتوجه لأقرب إقليم ولا وكالة تجارية باش يخلص الفاتورة هذه ويتمتع بالإجراء اللي هو يتمثل فيش يخلص حينيا 30% على الأقل من الفاتورة نتاعو، ويقع جدولة المدخلات على 6 فاتورات على أقصى تقدير. ونعرفوا اللي الحريف المنزلي يتلقى 6 فاتورات في العام، دونك إذا كان يعطي القسط الأول 30% الباقي ينجم يخلصهم على 6 فاتورات، معناتها على عام كامل وهو يخلص في المدخل بالذمة. دونك فما الإقبال ملحوظ شفناه، أما مازال ماهوش معناتها المرغوب فيه، معناتها ماذا بينا يجي ومازلنا قرابة شهر كامل. وقد لقى هذا الإجراء استحسان المواطنين المعنيين. عاون برشا المواطن التونسي، خاطر المواطن التونسي معناتها البريود هذه يتعدى برشا صعوبات، معناتها في كل شيء، زاد معناتها في حياته العادية في كل شيء. يعاون برشا بيان سور ونشكروهم على هذا. أنا سمعتها في الأخبار على الوطن يا واحد كيفاش يعملوا في التسهيلات للديار تاع العداد تاع العائلة. هاني جيت وبارك الله فيه، قال لي داكور دو قسم لي على 4 مرات. بالطبيعة تسهل، أنا 600,000 كي باش يقسمهم لي ما يساعدني يعني. وسيتواصل العمل بهذا الإجراء إلى غاية 30 من شهر ديسمبر الحالي، وستقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدراسة لتقييم التجربة بعد انتهاء الأجل المحددة.